رايس اب، استحوذت شركه رايس اب على شركه او منصه مينا بايتس، هيدي المنصه اللي بتبث كل اخبار واعمال الشركات الناشئه ورواد الاعمال. بتجدر الاشاره انه رايس اب هي الشركه المسؤوله عن اكبر مؤتمر لرياده الاعمال. مثل ما ذكرت قبل، عم نشوف كثير استحواذات وحتى استثمارات من قبل شرك عالميه واقليميه هون بالمنطقه العربيه، وكمان عم نشوف بعض الشركات بالمنطقه العربيه عم تستحوذ على بعضها، بس من خلال انه يكونوا اثنيناتهم بيقدموا نفس المحتوى، مثل رايس اب ومينا بايتس، اثنيناتهم بيقدموا نفس المحتوى. وعم استحوذت رايس اب على مينا بايتس كمان لتقدم منصه بتعني بكل اخبار رواد الاعمال والشركات الناشئه. ونحن اصلا منتابعهم ومنجيب كل الاخبار من مينا بايتس وغيرهم لنواكب اهم اخبار الشركات الناشئه ورواد الاعمال، ونستضيفهم هون بسماشي تي في.